السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، استكمالا للحديث عن الوحدة الثالثة، ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي، الدرس الخامس، ثورتها 25 يناير و30 يونيو. زي ما احنا متعودين السنة الثالثة إن احنا بنبدأ درسنا بالمراجعة الجزئية، وأول سؤال في المراجعة الجزئية بيقول لي من هو تولى التخطيط على الجبهتين المصرية والسورية أثناء حرب أكتوبر 1973؟ طبعا ده كان المشير أحمد إسماعيل. السؤال الثاني بيقول لي قام بتوجيه أول ضربة جوية في حرب أكتوبر عام 1973، ده كان طبعا محمد حسني مبارك. رقم 3 بيقول لي مؤسس تنظيم الضباط الأحرار، مؤسس تنظيم الضباط الأحرار طبعا ده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. السؤال بعد كده بيقول لي بما تفسر أسباب قيام حرب أكتوبر عام 1973؟ بيقول لي بسبب رفض إسرائيل كل نداءات السلام ورفضها إعادة الأراضي المحتلة في عام 1967، إلى جانب إصرار مصر وسوريا على إزالة آثار الهزيمة. تعالى بقى سنة تالتة نشوف موضوع ثورتها 25 يناير و30 يونيو. قال لي أول حاجة بنتكلم عن ثورة 25 يناير عام 2011، بيقول لي مستر إن ثورة 25 يناير تعد من الثورات الفريدة في التاريخ المصري الحديث والمعاصر. إيه اللي خلاها ثورة فريدة؟ قال لي مستر اللي خلاها ثورة فريدة لأنها استخدمت التكنولوجيا المتطورة ووسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر. ليه ثورة فريدة من نوعها؟ قال لأنها استخدمت التكنولوجيا المتطورة. كمان بيقول لي في سؤال بما تفسر لم تكن ثورة 25 يناير 2011 وليدة هذا التاريخ؟ قال لي مستر حيث سبقها حركات سياسية احتجاجية مهدت لهذه الثورة، ما كانتش أول تجمع احتجاجي، لا كان سبقها عدة حركات سياسية احتجاجية مهدت لثورة 25 يناير. تعالى بقى نتعرف دلوقتي مع بعض على أسباب قيام ثورة 25 يناير. أول حاجة عندي بيقول لي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وده كان نتيجة اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط، وإلى جانب أيضا التطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة حيث تم جميع بيع مؤسسات الدولة لصالح رجال الأعمال. السبب الثالث عندي هقول له هنا أنه واستكمالا للحديث عن تدهور الأوضاع السياسية، لقينا أن التخطيط طبعا الغير سليم لتطبيق سياسة الخصخصة أدى إلى ارتفاع الأسعار وتجمع آلاف العاملين بعد خروجهم بنظام التقاعد المبكر وانضمامهم لصفوف البطالة. كمان السنة الثالثة من أسباب ثورة 25 يناير تدهور الأوضاع الاجتماعية، قال مستر وده ظهرت بسبب زيادة الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع وغياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات. وكمان تدهور الأحوال الصحية والخدمية إلى جانب الاستمرار بعمل قانون الطوارئ والذي بدأ منذ تولي الرئيس محمد حسني مبارك الحكم في أكتوبر عام 1981. بالإضافة كمان من أسباب ثورة 25 يناير تزوير الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب عام 2010 عندما حصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد مجلس الشعب، وبذلك خلى المجلس من أي معارضة وطنية تذكر. هي ديت الخمس أسباب بتوع قيام ثورة 25 يناير. أما عن أحداث الثورة بنلاقي أن أحداث الثورة تطورت تطورا سريعا، بس قبل ما نعرف أحداث الثورة تعالى كده نشوف مع بعض سؤال متفوقين بيقول لي ما النتائج المترتبة على تطبيق سياسة الخصخصة؟ هننتظر منكم الإجابات المرة دي. استكمالا للحديث عن الثورة تعالى بقى نتعرف على الأحداث بتاعتها. بيقول لي طبعا أحداث الثورة تطورت تطورا سريعا جدا مما أدى إلى نجاحها. طبعا كانت البداية يوم 25 يناير عام 2011، دي كانت بداية الاحتجاج والتظاهر السلمي. اتخذت الميادين العامة بالقاهرة مثلا زي ميدان التحرير، وكذلك أيضا الميادين في بعض المدن زي الأسكندرية والسويس والمنصورة ومعظم ميادين المدن المصرية مكانا للتظاهر. يعني كل مدينة اتخذت أكبر ميدان عندها يكون مكان للتظاهر بتاعها. قال لي الثورة ديت استمرت 18 يوم. خلال ال 18 يوم ديت حصلت بقى يعني حاجات كتيرة جدا، كان من ضمنها الاضطراب الامني او الانفلات الامني اثناء الثورة، وده طبعا اللي قابلوا المصريين ان هم قاموا بتشكيل ما عرف باللجان الشعبية في الميادين والشوارع. طب يا ترى اللجان الشعبية دي كان الهدف من تأسيسها ايه او الهدف من عملها ايه؟ طبعا حماية المنشآت والمناطق، وكذلك ايضا مواجهة اعمال السرقة والترويع. بقول لي سؤال بعد كده بما تفسر الاستعانة بالقوات المسلحة أثناء الثورة؟ قال لي مستر ده بسبب حماية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى المحافظة على أمن المواطنين. طب سنة ثالثة
موقف النظام الحالي اللي هو في ذلك الوقت يعني حسني مبارك وحكومته كان موقفها ايه من ثورة 25 يناير؟ قال له مستر انه النظام دوت قام النظام مبارك باتخاذ بعض الاجراءات لامتصاص غضب الجماهير. مثل ايه الاجراءات ديت؟ قال رقم واحد تعيين نائب للرئيس وتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية له، بالاضافة الى تشكيل حكومة جديدة. هي ديت الاجراءات اللي اتخذها نظام مبارك في ذلك الوقت. ولكن لما تغني هذه الاجراءات شعب مصر عن استمرار ثورته، وكان هدفه هو إزالة النظام بالكامل. اما بالنسبة لنتائج الثورة، هنلاقي ان هي من نتائجها تخلي الرئيس الاسبق مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير عام 2011، وتسليم ادارة البلاد الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة. هنشوف مع بعض سؤال متفوقين دلوقتي بيقول يدلل اتخاذ النظام اجراءات لتهدئه الشعب المصري. اتخاذ النظام اجراءات لتهدئه الشعب المصري، هننتظر منكم الاجابات ان شاء الله المره اللي جايه. بعد كده اولاد هنروح لثوره 30 يونيو عام 2013. كالمعتاد عايزين ايه هي اسباب ثوره قيام ثوره يوليو 30 يونيو عام 2013؟ قال مستر تولى الرئيس محمد مرسي مرشح حزب الحريه والعداله حكم البلاد، ولكن لم تتحقق السياسات الجديده حلول المشكلات التي كان يعاني منها غالبيه الشعب المصري، ومنها استمرار سوء الاحوال الاقتصاديه والاحوال الاجتماعيه. يعني بعد تولي الرئيس محمد مرسي مرشح حزب الحريه والعداله حكم البلاد، قال مستر السياسات الجديده لم تحقق حلول المشكلات التي كان يعاني منها غالبية الشعب المصري، ومن ضمنها استمرار سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية. طب أما بالنسبة عندي بقى هنا لأحداث الثورة، تعالى بقى نتعرف على أسباب قيام ثورة يونيو 2013. طبعا بيقول لي هنا تدخلت القوات المسلحة وأعلنت بيان 23 يونيو عام 2013، وذلك لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم. قال لي ومحاولة إيجاد صيغة للتفاهم لحماية مصر وشعبها خلال أسبوع، ولكن رفض الرئيس محمد مرسي هذه الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما رفضت المعارضة دعوته إلى الحوار، مما أدى إلى خروج جموع من الشعب المصري إلى الميادين والشوارع في ثورة جديدة. طيب ما النتائج المترتبة على ثورة 30 يونيو 2013؟ بيقول له مستر عزل الرئيس محمد مرسي في يوم 3 يوليو عام 2013، وتسليم السلطة إلى عدلي منصور، وكذلك تعديل دستور عام 2012 وإصدار دستور يناير عام 2014، وتم إجراء انتخابات الرئاسة وفوز المرشح محمد عبد الفتاح السيسي بمقعد رئيس الجمهورية. قال مستر لتبدأ مصر صفحة جديدة من تاريخ مصر الحديث، يتطلع فيها الشعب المصري إلى تحقيق طموحاته في تطبيق الديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية، وأصبحت مصر تسير خطوات جادة نحو التقدم والازدهار في كافة المجالات. آخر حاجة عندنا أولاد بيقول السؤال متفوقين، بيقول لي النتائج المترتبة على ثورة 30 يونيو عام 2013. تاني هقول لك السؤال، النتائج المترتبة على ثورة 30 يونيو 2013. نتمنى نكون فهمتوا الدرس، وفكر في السؤال وبعت لنا الإجابة، وإن شاء الله في دروس أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.